طيب كمان أكرم الهادي حارس مرمى المريخ نشوف كلامه في المؤتمر. خسرنا الديربي وكده كان في خيبة أمل كبيرة يعني مسيطرة على الأسرة كلها، لأنه نحن أسرة واحدة مع بعض، كان جهازنا الفني واللاعبين ومجلس الإدارة وحتى جمهورنا، إحنا في النهاية أسرة واحدة مع بعض. الحاجات اللي بتتقال عن مشاكل حاصلة بين مجلس الإدارة والجهاز الفني وكده، أنا أفتكر إنه دي حاجات إدارية، نحن كلاعيبة ما عندنا دخل في الحاجة دي، نحن فاصلين حياتنا تماما نحن كلاعبين وجهاز فني عن الحاجات الإدارية ممكن تحصل. فنحن أسرة مع بعض، جهازنا الفني واللاعبين نحن كلنا عايشين أسرة مع بعض. حتى الكلام اللي بيتقال الفترة اللي فاتت، نحن جينا الغاهر هنا قبل 3 يوم ومنتظمين في معسكرنا كلاعبين والجهاز الفني، طبقنا التكتيك والاستراتيجية بتاعت الكوتش اللي طلبوا مننا ننفذها في المباراة، وإن شاء الله زي ما قلتك بأن احنا بنلعب ضد فريق بيسيطر وبهيمن على كل شيء، ولازم عشان تتغلب عليه وتحقق نتيجة إيجابية لازم تكون في كامل تركيزك وفي أفضل حالاتك. إن شاء الله نحن بكرة يكون الكلام اللي أنا قلته ده بينطبق على اللعيبة إن شاء الله. أنت بكون عندك، أنت لازم تقاتل، يعني تقاتل من أجل ما تريد، نحن عايزين نتأهل فلازم نقاتل، عندنا مباراة بكرة فلازم نقاتل فيها عشان نحقق نتيجة إيجابية، وعندنا مباراة تانية مع سان داونز برضه بتكون خارج ملعبنا، في النهاية نحن لازم نقاتل. أنت كفريق عايز تترشح بتواجه أندية كبيرة، أنت لازم تكون مع الكبار، يعني أفتكر إنه الماتشين دي نحن لازم نكون كبار عشان التاريخ يتذكرنا إن شاء الله. طيب أكرم الهادي الحقيقة يمكن أشار في بداية كلامه لمشكلة كانت حاصلة بين لي كلارك المدير الفني مع إدارة النادي، ولو لاحظتوا انه لي كلارك قال ان احنا علشان طموح المريخ في المجموعه وظروف المجموعه وافقت ان نرجع، لانه كانت الصحافه السودانيه اتكلمت كتير على انه الراجل مشي وساب النادي وفي مشاكل. اكرم الهادي قال لك احنا كلاعيبه عزلنا نفسنا عن اي امور، ما احناش طرف في المشاكل اللي بتتقال، مركزين في المباراه، مقدرين الاهلي وعارفين اهميه البطوله واهميه المباراه اللي علينا، عشان كده قمة التركيز اللي واضحة بين لاعب المريخ تفرض على لاعيبة الأهلي لا، احنا المباراة اللي فاتت مباراة المريخ الناس كان عندها قدر من التريحة شوية عشان كده عانينا في فترات كتيرة من المباراة. النهاردة لا، المسألة لا تحتمل أي شيء غير التركيز التام يا باشمهندس. مؤكد الثلاث فرق عندهم نفس الحظوظ. أيوة. وإن كان نتيجة الهلال أخطر. نتيجة الهلال أخطر. فأتمنى نعمل ماتش كويس بكرة، حتى من باب الناحية تبقى النادي الأهلي بس، تبقى أنت موجود في القاهرة، ما ينفعش يعني تؤدي، ومش كل مرة يصادفنا سوء البخت، يعني ما احنا لازم يبقى عندنا برضو حلول من عندنا احنا بقى تتعامل، حتى لو عاندك الحظ. لا ننسى الحظ، ركز حتى، ما انا بقول لك كل حاجه، ما تغلطش انت. ايوه خد بالاسباب بالظبط، مش مع الحظ عاندني وبعدين غلطت غلطه دخلت جون، مش عايز يوم ما عاندني الحظ انا ما غلطش.